السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين قناة عبد الله البركاني، مرحبا بكم. نتمنى دائما تكونوا بخير عليكم نتوما وحبابكم جميع الناس العزيز عليكم، وتحياتي وسلامي وكل احترامي لكم. شكرا بزاف بزاف لجميع المتتبعين من داخل الوطن وخارج الوطن ومن كل الدول العربية الشقيقة. واليوم ان شاء الله خوتي اخواتاتي جيت من الجهه ديال تزاغين. المهم جيت فت من الجهه ديال الواد، وراني بغيت نشارك معكم هاد المناظر الخلابه الطبيعيه الرائعه. هاد الوقيته يعني اللي صافي المزاح تخرف، ما بقاش المزاح. ايوا قلت نضرب دوره بعدا في الصباح، هادي جوله صباحيه نشارك معكم الاجواء الصباحيه هنايا في الجهه ديال تزاغين ان شاء الله. المهم بقاو معايا حتى الاخير الفيديو، ان شاء الله غادي نصور لكم مناظر اخرى، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كما راكم تشاهدوا معايا خوتي خواتاتي، هذه هي الجهه ديال تزاغين، وهذه جوله صباحيه. الجو اليوم عندنا مشمس مشمش بحال الصيف، ونطلب الله سبحانه يعطينا الشتاء على قد النفع، امين يا رب العالمين. تبارك الله ما شاء الله، اصوات العصافير في هذه الجهه. هذه الجهه عاد باقي فيها يعني القوابع، حنا الجهه الشرقيه نقولوا لهم القوابع، العصافير نقول لهم الكوابع. والصوت ديالهم تبارك الله ما شاء الله زين بزاف. مشاهدين قناة عبد الله البركاني، متواجد حاليا قرب دوار تزاغين، حي تزاغين. ها هو حي تزاغين تبارك الله ما شاء الله. راني انا فت من الجهه ديال الواد، هذا هو حي تزاغين. حي تزاغين اليوم كبر بزاف، يعني ما بقاش كما كان بكري. بكري كانوا فيه غير الديور ديال الحجر، دوك الديور القدام السبعينات والثمانينات، واليوم تبارك الله ما شاء الله ولا حي كبير بزاف، ولا جزء من احياء مدينه بركان. هذا الاتجاه هذا الواد ديال زلزل من جهه ديال عين السلطان، وزيد طلع الفوق حتى لتزاغين، تسمى يعني واد زقزل، تما يتحد واد زقزل. ومن القنطرة ديال الشراعة وزيد طلعو تاني الجهة ديال بوهديلة، تسمى واد شراعة. وتنضرب خوتي معانا في المناظر الخلابة الطبيعية تبارك الله ما شاء الله. كانت الشتا تجي بزاف في الثمانينات والسبعينات والتسعينات، كان هاد الواد هذا ديال زكزل دائما عامر بالماء تبارك الله. ايوا هاد السنوات دائما نقولها الخضرا، هاد السنوات الشتا قليلة، مبقاتش ديك الشتا اللي كانت تجي زمان في مدينة بركان. كانت منين تجي الشتا تصب تقريبا ديك السيمانة وهي تصب. واليوم الشتا قليلة، نطلب الله سبحانه